السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا في قناة الطب البديل والتداوي بالأعشاب. اليوم ان شاء الله غنتناول موضوع تحت طلب المتتبعين وتطلب مني بكثرة، لكن اكيد ما كنتش نقدر نديرو حتى نجيب لكم نتائج مضمونة وتشفي الصدور. الموضوع ديال اليوم هو علاج السحر المأكول او لا التوكال. اولا ما يمكنش نهضروا على السحر المأكول او لا التوكال حتى كتجتمع واحد العناصر اللي هي بالجملة غنذكرها فيما بعد. شنو هو بعد السحر المأكول؟ السحر المأكول هو واحد المواد سامة اللي كتكون متكونة يا إما من نجاسة أو غيرها كتدخل الجسم وكتسبب مشاكل صحية. إذا التوكال هو كيتسبب مشاكل صحية وماشي أي مشكل صحي كنقولوا أن التوكال، ولكن واحد الجملة واحد المشاكل كثيرة وكثيرة بزاف غادي نذكرها. شنو هي مثلا؟ هناك حرقة في المعدة، خصوصا انا كنهضر على السحر اللي كيكون المدة ديالو تقريبا سنة، يعني ملي كيكون جديد راه كتكون الاعراض اخف، ولكن كتكون المدة ديالو سنة تقريبا او اكثر فكيكون عند جمعات الاعراض كاملة. اولا حرقة في المعدة، هناك دائما يشتكي انسان تعرض للسحر المأكول او التسمم فهو كيعاني من حرقة في المعدة. التهابات في الجلد بالجملة، التهابات في الجلد الصدفية، البهاق، البرص، البهك، هناك العديد من المشاكل الجلدية. أيضا التهابات اللي كتكون موجودة في الأرجل وغيرها، يعني مشاكل جلدية. حتى كتجتمع هاد العناصر كاملة عاد نقدروا نهضروا على توكال. الشيء الآخر هو سوء في الهضم، اكيد كيحدث لنا سوء في الهضم وحساسيه، هناك حساسيه اما من الحشرات يا اما من البروتين يا اما هناك حساسيه كتكون من الطعام ونوع من الطعام. ايضا هناك حبال حول العين او ما يطلق عليها في طب العيون، يطلق عليها الرؤيه الضبابيه، وهناك الاجنحه الطائره. هذه كيفاش كيتم الرؤيه ديالها؟ ملي كتشوف في الرؤيه حول مثلا حدا شي ضوء كتبقى تبان لنا واحد الخيوط واحد الطواور كتبقى تبان لنا في العين، يعني كيكون السحر او لا ولا المشكل ديال التلوث وصل للعين. ايضا هناك تسمم الدم، تسمم الدم كيتم التسمم ديال الدم لانه مواد سامه عادي كيتم تسمم الدم. هناك امراض مناعتيه كيف قلت لكم، البهاق، البرص، الهاشمات الصدفيه وغيرها. الوسواس كتكون وصلات لان كتوسواس، الشكوك ومرض في الاذن وغيرها. ايضا جرثومه المعده كتكون ممكن، ماشي هي اكيد انها من التوكال ولكن ممكن تكون من التوكال. ان شاء الله نعطي لكم العلاج ديال جرثومه المعده فهو سهل، لكن المخلفات ديالها اللي غنتبعها معكم فيما بعد، اما العلاج ديالها فهو سهل وسهل جدا. مشاكل اكيد في القولون العصبي، المستقر ديالو هو القولون، ارتشاح في الامعاء. شنو هو ارتشاح في الامعاء او الامعاء المتسربه؟ هو ان الطعام اللي كيتم المأكول كيتم التسريب ديالو عبر الدم، وبالتالي كيتلوث بهذيك الطريقه اللي كتلوث لنا الدم، وكي ضروري من علاج الامعاء المتسربه او ارتشاح الامعاء. ان شاء الله اكيد غادي نتبع معكم هادشي كامل. ايضا هناك نقص في الفيتامينات، اكيد التلوث كيسبب لنا واحد النقص فظيع في الفيتامينات، نقص في فيتامين دي، نقص في فيتامين بي 12، نقص في الفيتامينات بالجمله، وايضا المعادن، لانه داك التلوث تقريبا توصل الجسم كامل باكمله كيسبب لنا نقص رهيب في المعادن في الفيتامينات وغيرها. واهم من ذلك ان هناك ايضا مشاكل، دائما مشاكل في الاسنان، لان هو المستقبل الاول داك التوكال، فكيكون مشاكل دائما في الاسنان، لثه في تسوس في الاسنان، صديد او القيح في اللثه وغيرها من المشاكل. احلام مشعزه، احلام مشعزه كتكون عباره عن رؤيا، الشخص اللي كيكون تعرض للتوكال تيكون كيشوف رؤيه تتحقق، هذه الغايه ديالها شيطانيه اكيد، لان مثلا ما غادي يحلم ان الجار ديالو تعرض مثلا توفى، وفعلا الله بالك توفى، فكيبقى يتهوس كيخاف، لانه من بعد هذا الحلم هذا او من بعد احلام عديده، هذا مثال فقط، بعد احلام عديده كتحقق كيسيطر الشيطان او الرؤيه الشيطانيه كيسيطر على المريض بهذه الافكار هذه، فمن بعد تبقى يشوف راسه هو مات، يشوف عائلته، تشوف بالتالي كتحدث
واحد الاضطرابات، مشاكل في النوم، ما كيبقاش ينعس، ما تيبقاش كيبقى دائما مركز على الاحلام ديالو. فالاحلام لا تعيرونها اي اهتمام، فهي فقط شيطانية. وعلاج توكال كيكون علاج عادي، يعني علاج تسمم ديال تسمت لينا الذات، او لما مثلا عندنا شي كره، كاين اللي كتكون عنده كره في المعده او غيرها، فكنتمو العلاج ديال علاج عادي للتوكل عبر خطه اكيد منظمه غنعطيها لكم، لكن كنعالجو علاج عادي، ما كنبقاوش مهوسين داك التوكل، وهذا الشيء تيحقق نتيجه احسن واحسن. الخطة العلاجية، نبداو الخطة العلاجية. أولا خصنا نعتني عفوا بالأسنان، لأن الخطة أو الشيطانية هي تدمير الأسنان، وبالتالي كيبقى تقتلع واحدة تلو الأخرى. إذا غادي نتمو حماية الأسنان في البداية، غنبقى نصايبو القرنفل. غنعطيكم فيديوهات كلشي، غنعطيكم ان شاء الله ما يكونش فيديو واحد، غيكونوا فيديوهات متعدده، لانه صعيب باش نعالجو التوكال في فيديو واحد، غنعطي لكم عديد. فغير هذه اشاره، من بعد غنعطي لكم فيديوهات كيفاش تعالجو الاسنان، تقضيو على داك البيوروفيلم او الترسبات موجوده في الاسنان، يا اما في المسواك. المسواك راه كيتباع، خصك تستعملو كل قبل العلاج واثناء العلاج وبعد العلاج، خصوصا اثناء العلاج، لان الخطه غتكون في البدايه في الاستفراغ، وفي الاستفراغ كنعرفوا ان المعده كتعطينا واحد الاحماض اللي هي كتسبب في مشاكل في الاسنان. فاذا غنعالجوا الاسنان قبل، غنبقى نديروا حمايه الاسنان قبل واثناء العلاج وبعد العلاج، لان العنصر الوحيد اللي ما يمكنش نعالجوه الا تم تقلع الاسنان ديالو هي الاسنان، نحافظوا عليها ما امكن قبل ما نبداو العلاج. ايضا ارتشاح الامعاء والامعاء المتصلبه غيتم العلاج ديالها، هي كمرحله ثانيه. في البدايه قلت لكم يوجد الاستفراغ، في المرحله الثانيه علاج ارتشاح الامعاء او الامعاء المتصلبه، غيكون ذلك عبر عده بطور، بينها بطور الشهيه، ذريعه ديال الكتان فهي مهمه، وايضا كرعين ديال البقر، لان فيهم واحد الماده جيلاتينيه كتساعدنا باش ترجع تلتئم داك الامعاء. وايضا كنعالجوها بالماده اللي كتكون فيها مضادات الاكسده كالرمان وغيرها، شي كامل نعطيكم كل فيديو منعزل لفيديو، فقط خطه للعلاج. من بعد غادي نتم استرجاع الفيتامينات والمعادن اللي تم الانقاص ديالها، فيتامين ك فيتامينات جميعا، لانها ملي كتنقص لينا داك الفيتامينات كيتسبب لنا مشاكل، عده مشاكل. وغنتمو من سحب الجسم المعادن الضاره اللي هي كتكون الكالسيوم الزائد اللي كيتسموا لنا اللي كيتسبب لنا في الاضرار، غنتمو العلاج ديالها. ايضا كلشي غادي يكون عبر فيديو، ولكن عطيتكم خطه للعلاج باش تتبعوا، كل واحد يقدر يشوف فين كاين. لكن قبل هذا كامل، فخصنا نعرفوا بان هو الفيديو اللي غنتناول فيه هو كيفاش نقيو الدم. الدم متلوث، الدم عندنا اصبح متلوث، غادي نعالجوه بالقسط الهندي. هناك العديد من الوصفات اللي غنعالجو بها الدم، او نحاولو نصفيو الدم ونقيوه، من بينها القسط الهندي. القسط الهندي من احسن ما يمكن ليا ننصحكم به في علاج تلوث الدم، وما يستعملوش فقط الشخص اللي كيكون عنده دم سائل او لا عنده ميوعة في الدم، متبقي الباقي بجميع الامراض ديالو ممكن يستعملوه. احسن ما يمكن لي نوصف لكم هو لعلاجات عديدة هو القسط الهندي، كيكون على هذا الشكل. القسط الهندي من اهم ما يمكن لي نقول لكم انه استعملوه. كيفاش نستعملوه؟ غندقوه عادي، ندقوه في المهراز، لانه ما غيتسطحلش لكم كيف كتشوفوا قاصح، ما غيسطحش. دقوه في المهراز وطحنوه، وتبقى تصايبو نصف ملعقه في الماء وتاخدوه على الريق. احسن 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 ما يمكن ليا ننصحكم به هو القسط الهندي، كيف قلت لكم من قبل. كذلك السكنجبير، السكنجبير طري عفوا، هو من بين احسن ايضا من بين العناصر اللي ممكن نقيو بها الدم. ما غاديش نصايبو كلشي طبيعه الحال في دقه واحده، غنبداو بالقسط الهندي. اللي كيشك بانه عنده توكال يمشي يشري قسط هندي، ضروري 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 باش يصفي الدم. من بعد ما يتم تصفية الدم ان شاء الله،
ديك الساعه غادي نقدم لكم فيديو اخر كيفاش نكمل لكم باقي العناصر، وايضا الكركم ومن بين العناصر اللي ممكن نستعملوها في تطهير الدم. شكرا لكم على حسن المتابعه. في الاخير تنقولوا ان ما نخليوش الهوس ديال السحل المأكول او التركال يسيطر على الحياه ديالنا، لان غتولي جحيم وغيبقى الانسان كيفكر في التفكير الشيطاني. هناك العديد من الامراض كتشبه بحال مثلا القولون، بحال جرثومة المعده، بحال مثلا الخلعه، بحال مثلا ملي كتكون شي صدمات نفسيه، ايضا كتشابه مع التوكل، انه في الاخير كاملين تؤدون الى مشاكل على مستوى الدماغ، لان هناك علاقه وطيده بين الدماغ وبين المعده. فملي كيكون مشكل في المعده فاكيد هناك مشكل في الدماغ، ما كتمش الاستجابه ديال العديد من العناصر. كامل ان شاء الله غادي نسترجعوا الصحه ديالنا، وكنتمنى لكم التوفيق في حياتكم. وشكرا شكرا شكرا بزاف على المتابعه، شكرا على التعاليق، وشكرا لكم. ان شاء الله نكملوا العلاج في فيديوهات اخرى. العلاجات غتكون منفصله، غيكون فيديو لعلاج الاسنان، لان نفس العلاجات الاسنان تقريبا في الطب البديل هي نفسها اللي كتستخدم حتى لو كانت توكال وحتى لو كانت عديده، لان المرض كيف قلت لكم المشكل هو في تسرب الامعاء، المشكل هو في تلوث وفي المواد السامه. مواد سامه تخلف الجسم، وبالتالي خاصها التنظيف ديالها، خاصها العلاج ديالها، خاصها تعويض الفيتامينات اللي كتكون نقصات على مستوى الجسم. اذا غيكون نفس العلاجات. داكشي علاش قررت نخلي الفيديوهات تكون منفصله. علاج غيكون حول الاسنان وحمايه ديالها، لان قلت لكم الاسنان مشى تخسرتوها راه ما يمكنش ترجع، الامعاء كترجع، حتى مرض، حتى الناس اللي كان عندهم مرض ديال سيلياك ديزيز اولا وعندهم حساسيه القنف، فالحمد لله بالقص اللي عندي تعالجوا، لقيت حالات تعالجوا، لقيت حالات عديده تعالجوا، رغم ان هو مرض مناعي ما كيتعالجوش منه الناس، ولكن لقيت الناس الحمد لله تعالجوا. هذا كيعني بان الله على كل شيء قدير. شكرا لكم المتابعه، باش ما يطولش الفيديو مره اخرى نكمل لكم.